الناس مهم يخذون بريك عشان يرتاحون يعني يعيدون حساباتهم. Get away from all the work and stress. يعني ما تقدر مع كل هالستريس والشغل وشي يعني. أثبت أصلاً العلماء إنه لازم تأخذ على الأقل يعني ربع ساعة بريك. أكيد أخذ بريك. أسوي اللي أنا خطر أسوي. يا ألعب كورة يا ألعب سوني. Go out with my friends. I leave the work till the end. اللي يبي ياكل ياكل واللي يلعب يلعب. Just kidding. Okay.